فالجيل الحالي او جيلك الحالي جمهورك الحالي ممكن يكون ما عنده العلم في الحادث اللي انت تعرضت له في السابق. سالفه الحادث طول العمر انا كنت قاعد اسوي مسلسل اسمه يوميات سعود. خلصت اخر مشهد من الحلقه الاولى طلعت صار الحادث. اول مشهد خلصت خلصت اخر مشهد. اخر مشهد طلعت من مكان الحادث بين الرماثيه وسلوى. طلعت من الرماثيه بروح سلوى بيتنا. يا واحد جزاه الله خير من صوب بيان مسرع دعمني. حلو حذفني يعني انا دعمني باول الشارع حذفني عند اخر الشارع. السياره طقت انخلتين وشبه عشان توقف تثبت. السياره كانت فورد كبيره لينكن انا مسميها تايتانيك. صارت كنس قرطاس معفسته وقطتها. لا حول الله. انقطعت رجلي بالحادث نفسه الحمد لله. السبب اللي كان مسرع فيه الاخ اللي دعمني الله يستر عليه ويعطيه الصحه والعافيه. بيلحق على صحن الكنافه حار لا يبرد. لا يعني الحمد لله انا شو انا لحق عليه حار يعني الحمد لله زين. بس عقبها انا طلعت على طول يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعه طلعت انا. اخوي قاعد بالسياره 4 ساعات ونص. فكانوا ضروري اللي انقطعت بالحادث وينها؟ مو لاقينها. لقوها بعد 4 ساعات ونص تحت اخوي كانت. الى اليوم هذا صار لها الحين 19 سنه تقريبا الموضوع هذا. الى اليوم مو عارفين شنو سبب قطعه الريل او شنو اللي قطع الريل. يعني في ناس قالت المطاف في ناس قالت ما حد له سبب بالموضوع غير الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم شنو اللي قطع ريلي.